مش عاجبهم يفلوا على بلادهم. بس هيدا بس دي شو يعني مش عاجبهم يفلوا على بلادهم؟ هلا هن بدي اقول لك شغله، 8 اشهر بلا اكل بتموت. اكزاكتلي. باردون، عم بتقول هي 8 اشهر ما بيطعموها بتموت. مين ما بيطبخ ببيته، مين ما بيجيب اكل على بيته، مين ما بيعمل شيء اشياء ببيته، بنجيبهم بنكرمهم بنعززهم اللي بدهم اياه بنعملهم اياه، وبفوتوا حاطين راسهم بالارض. اهلا حبيبتي يا عيوني، الطخت الحرام الفرشه بدك اياه، هيدا وجبه انا طالع على بالي اكل كذا تكرم عيني، ما بدي البس مثل ما انت تلبسي، هيدي وجبه بعد خبره. ما بقى فوتهم على بيتي احسن، نوم بالبيت نو واي، لانك بتعمل خراب بيوت، عم بتغار، عم بتنام مع رجال، ما تنام مع صاحبين البيت، ما تخرب، ما تعمل تفسد بين العيال، ما تعمل خراب بيوت بلا اكل، سافر على بلادها تروح الله معها. بس دقيقة، دراسات بتقول 32% ما بياكل اكل الكافي. بعدين قلت ما بصير، بلا شو عم بقول لك، دراسات شو عم بتقول؟ ما بصير اليوم، ما بصير. بس دقيقة، لما انت عم بتقولي شغلة، ان هي بتغار، بدها تغار من شو؟ بتقول لك ليه؟ بتفوت، نحن مجتمعنا متعلمي رقي فهمني، وهن كمان كذا. اوكي، هن راس وعين، وهن ناس وهن بشر، بس احنا اذا انا لبست ومتعلمين اولاد ناس، انا مش متعلمين. لا لا لا، ما فيك تعلمي. لما انت بتروحي على مكتب بتقولي له بدي اشوف السيفيات، بتشوفي السيفيات في صبيات داخل، في انا كان عندي وحده عامله عصابه، اربعه متفقين، اربع اخوه متفقين علينا، عصابة، هي كانت رئيس العصابة، جبناها عبيتنا وأهلا وسهلا فيها، والبدة يطالع عبيل اليوم اكل سمك، ايه تكرم عينك، روح جيب لها نعملها سمك مشوي، واجب طالع عبيلي فاصولة بعصعيس، ايه تكرم عينك بنطبخ، طالع عبيلي بتعرف العصعيس، طالع عبيلي كذا، طالع عبيلي كذا، ايه لأنا شغلي قبل مرة عند ناس. اوكي عاد، تكرم عينك يا روحي تقبريني تقعدي معنا على الطاولة، اللي جوزي قال له ابدا، جوزي عقيد بالامن العام وبيعرف لهم مشاكلهم، بيقول لي مارغريت خلا تفوت عم، قال له لا تقعد معنا على الطاوله حرام، وفوتها الا فوتي نامي، غني جبع بدك اكثر محطه بحضنه وبوسها، بتروح تحكي علي عند اختي، بتقول لها لاختي اختك ما بتحبك، واختك عم تعمل مشاكل وبتقرصني وبتضربني، تجي اختي بقول لها انا يا اختي ولا، لا لا بس وصلت لعندها ليله عيد الميلاد ردت علي عملت ماما، قلت لها ايش بك يا ماما مارغريت، قالت لي انا روح فلفل، قلت لها لا، قلت اختك نو حبك، ولاد اختك نو حبونا، هي ليله عيد الميلاد، لو انا بدي اعمل مشكل انا وجوزي كنا خبطنا بعضنا، وكنا خبط عملنا مشكل طويل عريض من تحت راس كذبه، جيت من بعد ما فللت جوزي حتى وديها على المطار، اجا جوزي قال لها، قلت لها يا اختي ولو هيك بتحكي علي قدامها بتقولي انه انا ما بتحبوني لشو عملت لكم؟ قالت لي وحياه ولاد وحياتها العاش انه انا ما فتحت سيرتك، هي صارت تقلي ما دام بتقروصي ما دام بتضربني ما دام بخيلد ما دام ما بتجيب لي، يعني كنت تعنفيها؟ لا، البدها يجي بس كذابه، تكذب كثير، ليه بدها تكذب؟ ليه بدها بعدين تكذب؟ بس يفوت جوزي على البيت برضه، بس سؤال، بس يفوت جوزي على البيت تقول له مدام يوم اجى فلان، يوم اجت فلانه، اليوم كذا، اليوم انتزع هيك، انكسر هيك، انا عندي صار هيك، طلع هيك، يا خيتي مين قال لك انت تتشكي له؟ انا بتشكي له يا خيتي، بدك تلبس مثل ما انا بلبس، اوكي، اخذت معها اربع براميل فضيت لها اياها من الفاكيوم تمشيني ساعة أكثر تبحش معها، وطلع معها 50 كيلو زيادة عملنا دفعنا عليهم هونيك بالمطار، تأخذتهم معها ولا باي ولا أورفار ولا ميرسي مدام. أنت بتعتبري مارغريت بتعتبري كلامك استفزازي وعنصري؟ لا أنا مش ما بستفز، هولي بشر، والله هيدا شو هيدا اللي قلتي شو؟ كلنا على صورتنا ومثالنا، بس أقول لك شغلة يا مسيو مالك، أنا وقت بكون كثير منيحة وبلاقيها شو يعني كثير منيحة؟ قولي لي شو يعني كثير منيحة؟ وقت أكثر بدك منحطها بحضني مبوسها وغنجها؟ إيه واخدها عند الكوافير اعملها شعرها بالياج وضبطها وسويها وظهرها معي. بس سؤال دكي، ليه بدك تعملي لها شعرها بالياج؟ ليه بدك تعملي لها؟ لأن هي بدها هيك. إيه تطلب مني مدام خديني كوافير اعملي لي بالياج، إيه تكرم عينك يا حبيبتي، مشي معي. يعني بتشغل عاطفتها هي، يعني عم تلبي لها طلبها إنه عندها عاطفة عليها. بدي أسألك سؤال، بالنسبة لك شو بالنسبة لك بالنسبة لك إذا عم بتقولي هيدي هي معاملة جيدة، شو هي المعاملة السيئة؟ كيف بتكون وحدة سيئة معها؟
انا بقول لك شغله وحده. ايه؟ انا بتمنى على كل الستات خاصه هلا لانه عم بيجيبوا هالخدم ان كان من كل انحاء العالم. نحن هيدول صبايا، هيدول سيدات، هيدول ناس جايين من. انا في مره بعرفها حطت كاميرا وقالت بدي اشوف امي كيف بتعينه، بس في انا على مدرستي شافتها، شافت الفيلم كف منها طيني من الصبي يقبي راس الصبي من تحت الحيف ترجع كف منها لا يتقبنا عم يكرك فوفا عم بيطلعوا بلا تهذيب. بس سؤال، قال لي جوزي من هلا ورايح. بس سؤال، كل مره قديش بتكلف؟ 7000 دولار بالسنه. مين هي اللي عم تقبض؟ من المره اللي عم تشتغل بتقول لك انا عم بشتغل ما فيني اقوم بالبيت. ايه؟ بفضل تترك شغلها وتربي اولادها، لانه عم بيطلعوا الاولاد بلا تربيه عم بيطلعوا بيربون الاسوبيات. لكن مسؤوليه المراه اللبنانيه هي اللي تهتم بعائلتها.